ازيكم يا مواليد برج الجوزاء، يا رب تكونوا بخير. انا مريم بعمل فيديوهات عن توقعات الابراج. توقعات برج الجوزاء ليوم الاربعاء 20 اكتوبر تشرين الاول 2021. قد يكون اليوم صعبا قليلا امامك مع تصعيد مشاعرك. ستجد صعوبة في التعامل مع السيطرة على عواطفك وقلقك. يوجد حاليا بعض الامور المهمة التي تركز عليها والتي لها تأثير كبير على عقلك، وقد تكون هناك دعوة قضائية تتعامل معها، ولكن بفضل ذكائك السريع وحكمك الذكي سيكون النصر قريبا لك. عاطفيا، سيقضي اليوم جيدا مع أفراد عائلتك المحيطين بك، وستشعر بالسعادة والحصول على الدعم الكامل مع أحبائك، وستشعر بالدفء. الوقت الذي تقضيه مع حبيبتك سيكون ممتعا، وستشعر بالبركة بوجودهم، وقد ترغب أيضا في ترتيب موعد خاص مع شريكك حياتك. مهنيا، ستتعامل مع مشاكلك في المكتب بشكل منطقي. إذا كنت رجل أعمال فيمكنك أن تتوقع أن اليوم محموما بالتعامل مع طلبات متعددة. سيتم أيضا انتقائك لمساعدة مصمم البرامج، حيث ستكون قادرا على جذب الآخرين بمهاراتك التحليلية. صحيا، هناك أمور معينة في حياتك تجعلك تشعر بالقلق. هذا سوف يدفعك للجنون قليلا، وقد تكون تعاني من الأرق. حاول أن تحافظ على روتينك الصحي وتناول الكثير من الخضار والبروتينات العالية في نظامك الغذائي، ويذهب للجري وابقى نشطا. توقعات السفر، سيكون اليوم جيدا اذا كنت تفكر في السفر. ستستمتع بوقت رائع مع شريكك للقيام بانشطة ممتعة. حاول وضع خطط منفصلة، وخاصة اذا كنت مسافرا الى وجهة رومانسية هادئة. ستكون هناك بعض اللحظات المذهلة التي ستمر بها أثناء السفر. أقل ما يمكن أن يقال أنه سيكون لديك وقت رائع. نصيحتي ليك اليوم، لا تأخذ أي شيء كأمر مسلم به. حتى أصغر فرصة اليوم يمكن أن تكون نقطة انطلاق رئيسية غدا. نصيحتي للعزاب، قبل البحث عن الحب كن كريما بعض الشيء وأحب عيوبك أولا. نصيحتي للمرتبطين، خذ الأمور ببطء مع شريكك واستمتع بالذهاب. وبكده بنكون وصلنا لنهاية التوقعات. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معي. أنا بكبر بيكم ومعاكم.